مش عارف تظبط مش عارف تظبط ها تيجي مين هتصلح يالي لا ترجع يخرب بيتك ولا عبودة فيه ايه فيه ايه يا ولا عبودة مين اللي جاي هناك ده ما يكونش مباحث يا ولا انت دايما بتخوفني كده يا ولا لا اللي يخاف من العفريت يطلع له انا خايف من ايه من العفريت ليه مش عفريت يا غشيم ايه الواد شلابي ابن خالتي فرحان لا ابن خالتي زعلان يا خايف اودا ولا اودا ولا على شلابي ابن خالتي فرحان ازيك يا شلابي انا عبودي عبودي اودا ازيك يا شلابي ازيك يا مالك يا شليب؟ مفيش. انت سبت مصر ورجعت البلد تاني؟ ايه؟ مصر ما بقتش ليه؟ ليه؟ هو حصل ايه؟ حصل حاجة ايه؟ معلم الدرامية ماله؟ وقع وجرت له حاجة؟ اتكسرت رجله ولا دراعه؟ يا ريت وقع على جدور رقبته؟ يا ريت امال حصل له ايه؟ اتقبض عليه يا مواشي ازاي؟ دخلوه السجن يا حلاوي يا حلاوي عقبالكم يا رب من بقك لباب السما المعلم السرساوي فين يا مواشي في الغاية انا مش عارف المعلم السرساوي ده جابكم من اني داهية يا حلاوي يا حلاوي قال يعني هو اللي مفتح مستر نادي استاذ صلاح انت رايح فين انا رايح للحاج حاجه مين الحاجه مامتك حاجه مامتك الحاجه مامتي لا ما مش هنا مش هنا ازاي ده انا قريت في كشف المستشفى انكم ساكنين هنا لا 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 انا هنسكن في حته زين ازاي يعني انتوا ساكنين هنا لا طب انت لابس كده ليه ما انا اصلا انا ماموريه ماموريه طب تعالى بس انا هفهمك كل حاجه طيب معلم ايه يا شليبي معلم السرسامي معلم ايه وشك اصفر ليه يا عكر مالك ايه معلم الدرمالي وقع يا معلم ايه وقع الدرمالي وقع ايوه معلم ايه يا معلم ظابط ظابط مين صلاح بيه محجوب صلاح محجوب ايوه وادي الكارت بتاعه ما هو انا ما تفوتش عليا حاجه زي دي اهو صلاح محجوب مباحث المخدرات بس ازاي الدرمالي يقع بالسهوله دي لا يا معلم ما هو كان مرقد له 3 سنين مرقد له يعني ايه ولا كان مرقد له كان بيشتغل مطبعتي كان فاتح مطبعه قعد يراقبه 3 سنين يا معلم بس انا بقى هرشت الفوله شاطر وعرفك ولا طبعا يا معلم ده كان صاحب الروح بالروح يبقى انت في اجازه يا فالح اجازه قصدك ايه يا معلم قصدي انك انت خلاص ما تنفعنيش بقيت ورقه مكشوفه لا يا معلم ابوس ايدك يا معلم ده انا بجري على 6 اخوات ابوس ايدك اروح فين بس يا معلم تروح في داهيه روح في داهيه قبل انا ما اروح في داهيه